مشهور ياسر. دونك يعني تراث معناتها متميز مع هذا المنطقة. الزينة تختلف كل حد كيفاش يعبر. هي عبارة على فن، وحتى البناء عبارة على فن، ماشي الناس كل قد الميلاج. Pour recommencer, restaurer leur maison avec la brique locale qui tient toujours avec ses... Il y a des briques sur les façades dans la Médina. بالنسبة لي احنا جينيراسيون جينيراسيون قاعدين نتشبوا في الخدمة دي. لو كان بسيطة هي علم. سي فورتين معناها نقولوا احنا انار. انار سي فورتين معناها نتشبوا فيها في التكنيك نتاعنا والمواد البسيطة. بالنسبة لنا احنا ما عدناش نجموا نخدموا خدمة أخرى. إلا هالصنعة هذه تربينا عليها وكبرنا عليها وباش نفنوا عمرنا فيها لأننا حبيناها. هيك تبدا عمليه التخليط هيك مع بعض شو خرجوا عجينه واحده. نخدموا كما قلت لك حكايه 500 كعب في النهار نخدموه. الفرد الواحد ينجم يخدم 500 كعب الماكسيموم. تعمل السبش ولا الهواية تشطبه. الأولو نغطوه بالبرودوية ذي ضد الشمس ضد الهواء. نعملو هيك. عليك يا قلبي يا ليل يا 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 هذيك خلوها من غدوة تشيح من غدوة ننظفوها بسكينة ونحطوها كيك عرس تشيح يعني النهار اللي بعده تزيد تشد نهار اخر تشيح النهار اللي بعده ونخرجوها نعملوها عرس ونخرجوها لبرا نحطوها بحذا الفور يعني نعملوها ستوك واحد. العملية ذيك تتواصل حكاية 15 يوم 20 يوم وقت توصل الكمية بتاع الفور فور تهز 10,000 فور تهز 15,000 انت والفور ندير الفور تاعنا وقت توصل عبايتها نولي نعبوها خصولها نهار نعبوها كيف كيف. المرحلة اللي بعدها الكعب الفوق منها هذيك يخرج هذايا من هنايا زو سنتي منه وزو سنتي منه ويبدا طالع هكاك حتى الاخر. ومن غدوة نولي نعطوها النار نشعلوها بالنار اللي هو بالحطب نتاع نتاع الجريد نتاعنا نتاع النخل. النار هي اللي تسيطر على اللون. الأحمر هذاك ناخذوه من فوق لأن الكوش الفوقاني هذاك ما تضرباش النار. ليش ما تضرباش؟ لأن ثم هواء. نخلوه نهارين ثلاثة تبرد فيها الفور نحلوها ونولوا نخرجوه كيف كيف السوق واحد البرة يبدا حاضر قالب أبيض طايب موراه واضح. الحكاية ذي معناتها باش تخدم فور بالطريقة هذي كيما قلت لك تشد 15 20 يوم الحكاية يبدا حاضر موراه واضح. على حبي وسايا سواد الليل تطور تحكي عذابي وانشغال بالي ظالم بحب من روحي اصيب بطل من نوحي
جابوا ناس مثلا من مدينه العباسيه ببغداد، وجابوا ناس التراب، هذا التراب اللي اسمه بالعربيه تفزه، حنا وقت ناخذوا منها ثلثيني دوتيار، نعملوا انتيار روج دوتيار بروم، يعني ثلث احمر ثلث ابيض، ونخترعوا كيكا موجود بحذانا. وهذاك علاش القدماء ما تختاروا جريد، معناتها على اساس المواد هذه، لان المواد هذه متوفره كان في الجريد بدءا معناتها من الارض. يعني ثم زوز انواع تاع طين، طين ابيض وطين احمر، والميزه تاع الطين هذيا معناتها مرمل، مرمل يعني صابلوناز، معناتها اون بي دير معناتها يعني مرمل. وهذا موجود كان في توزر، ليش؟ هو راجع للطقس، لان الطقس غالبيه الطقس هنا معناتها حراري. الياجور هو سيدي شعار البلاد، هو اذا كان الياجور حتى لو تشوفها في اوروبا، تشوفها في الساحل، تشوفها في تونس، تشوفها في بلاصه يسموها ياجور توزر، معناها ياجور البلاد. اذا كان ما يعودش موجود في توزر وهو اسمه ياجور توزر، ما مش عملنا فيه، يلزم يكون موجود في توزر. اون ريليف pour avoir de l'ombre et en même temps pour donner un aspect. Et ce relief-là, c'est les mêmes motifs qu'on peut trouver sur les tapis et sur les kilim berbères. Le mousse barbarie, à la fois, c'est le fan de التكعيب, il y a le اللي يعتمد على المربعات وعلى المثلثات وعلى هي بربري. ربما احنا جانا من بلاصة أخرى، لكن قعد الفن الطباعة بتاع البلاد ولا شعار توزر. معناها بلغة أوضح، احنا التراث هذا اتخذناه عن جدودنا كما نحكي، ولكن تراث بسيط هو، لكن هو عنده اشكاليات، عنده اشكاليات، عنده فنيات في التراث وفي الزخرفة ديكوراسيون وكل شيء. البناء كل نجم تبني الياجور. الياجور عبارة على فن كما يخدم الزربية بالكعبة، والياجور يخدم بالكعبة كما تخدم المرأة الزربية، ونفس الزينة اللي تلقيها في الزربية إمكانية وجودها في الحيط موجود. أما الحكم الزربية العدد يكون أكثر وأقل، وكل وين يكبر الحيط وين تنجم يتعمل يتبلو أكثر روعة. يعني هو عاطي صورة ساطعة معناتها في خارج الحدود التونسية، مش ماهوش في تونس برك. بون لي بارابور ا اولاد الهدف سي لا ريجون بون لا 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 با لا بلوز انسيان، باسكو اون ا ان اوتر ريجون كي سابيل بلاد لادير كي بلوز انسيان، مي كو ميم اولاد الهدف سي اون ريجون تري كونو. On parle de la région, elle est située dans Tozer, juste au bord de la Palmarin. Oulad Ladef a des sabbats, ça c'est dit par les Arabes et les Juifs, on dit la même chose, c'est le lieu de repos pendant l'été. Ils sont couverts en haut par l'oba de palmier, et ce palmier, il a duré une année, parce qu'avant d'utiliser le palmier, on le jette une année dans le lac salé, et puis une année après, on va toucher et taper le palmier. S'il répond vraiment comme un fer, on le prend et on peut utiliser et travailler avec elle pour faire le tunnel. S'il est foutu, on le laisse comme ça. Si tu fais quelque chose avec le bois de palmier, ça ne sera jamais pourri et les insectes domestiques ne peuvent pas attaquer parce qu'il est déjà passé une année dans le champ algérien. وقت اللي نقولوا القلب يحكي معناتها توزر كامل، لأن كعبة الياجور هذي راهو قرابة 8 قرون عندي، راهي ماهيش شوية، دونك ثم حنين كبير ياسر معناتها، هذا اش تمثل معناتها، يعني هي تاريخ في حد ذاته، وهي عمق تاريخ المنطقة. كما ترون الشبات سون فات سي دي باساج de fraîcheur, c'est là où les gens viennent passer les après-midi de l'été, parce qu'on a un été très affreux, on a une région pendant l'été, il fait très 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 chaud, les gens préfèrent passer, jouer la carte, les îles courants, discuter dans les abris, et après vers le coup de 6h30, 7h, on peut revenir de nouveau pour l'animation de la ville, la nouvelle ville qui reprend après. ولذا احنا نأمل وأن نوجد
كثيره نتاع شباب مع تغير مع على المنطقه مع تغير على التراث هذا رب تجيال ولكن ماشي وتندثر. قبل كانوا الكبار تعبين فيها برشا فهمت شباب تو كان اللي يستحمل اما الاغلبيه ولو هاربين منها بحكم متعب شوي. واذا كان ما فماش في الافق هالشيء هذا باش تندثر الطبيعه ماديا ومعنويا ثاني باش يقبل على الشباب واحنا بدورنا نجموا نعلموا الشباب الشباب وش هي المشكله نتاعهم مشكله فلوس نجم تغريب الفلوس يجيك اذا كان ماذا ماشي فلوس كيف فرق تو احنا نجوم من الصباح لهنا من الصباح الصباح نروح المغرب بتفكر في الهموم وانت في صوت الناي دلهنا وكوث أسية دلهنا وكوث أسية عمره ما كان في الظلوم اغتنم فرصة صفاء وانسى همك وأسى صعد بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة ينسى الفؤاد النحيل يشكي حب وهوى ساعة صعد بقرب الحبيب وكان شاءت بالجفاء والخصام Really?